السلام عليكم، مساء الخير متابعين سناب جيز اللايف. طبعا اليوم في معرض لوحة الكتاب الذي يقيمه نادي الأدب بمنطقة جازان. هذا المعرض بإصدارات النادي، وأيضا في معرض تشكيلي بعنوان أسود الحد الجنوب. أنا راح أعطي لكم جزء بسيط إن شاء الله من هذا المعرض، تابعونا. ما شاء الله شعر وخطاط، ما شاء الله. هذه بعض اللوحات التشكيلية الموجودة لسمومة الأميرة محمد بن سلمان ولي العهد، وهذه عدد من اللوحات، وهذه أيضا عدد من الإصدارات، إصدارات النادي الأدبي بجازان. محمد عبد الغني ملكي، هذه لوحة تشكيلية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان. هذا ايضا لنائب امير منطقه جازان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد العزيز. طبعا في المعرض ما شاء الله عدد من الزوار، عدد كبير ما شاء الله من الزوار. وهذول الجميلات من زوار المعرض. ايش اسمك؟ حسن محمد سلمان الفيفي. ونعم. وانت؟ دنا محمد سلمان الفيفي. ونعم حبيبتي ونعم. كيف المعرض، تمام ولا مو تمام؟ المعرض حلو ما شاء الله. يلا شكرا. هذه من الفعاليات التي نظمها النادي الادبي من منطقه جازان. حضور ما شاء الله اسماء كبيره من المنطقه. هذه رسامة إيمان السدي، طبعا رسمت ملوك المملكة العربية السعودية. طبعا هذا مدير النادي الأدبي الأستاذ حسن صلهبي. حسن، ايش تعطينا انطباعك عن المعرض؟ الحقيقة كانت ليلة فارقة جدا في تاريخ المنطقة الأدبي والفني. ما شاء الله. طبعا اليوم هنا في توقيع إصدارات. معرض تشكيلي تحت عنوان أسود الحد الجنوبي، وأيضا كثير من الفعاليات المصاحبة مع الكتاب. ما شاء الله. الحقيقة ليلة رائعة. شكرا. الشاعر أيضا مجدي شافعي، طبعا شاعر معروف ما شاء الله عليك، وشاعر فضل القاضي ما شاء الله. شكرا لكم. حياك. ما شاء الله. هذه كانت تغطيتنا أعزائي المتابعين لمعرض لوحة وكتاب الذي أقامه النادي الأدبي بمنطقة جازان، يتكون من رفوف إصدارات النادي وأيضا معرض تشكيلي باسم أسود الحد الجنوبي. نلقاكم إن شاء الله في تغطية وفي مكان آخر. في أمان الله.